إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسترقون السمع، وكانت لهم مقاعد، أي أماكن يقعدون فيها لاستراق السمع، لأن رب العالمين جل وعلا إذا تكلم بالوحي وأخبر الملائكة فزع عن قلوبهم. قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في حراستها، وجعلت الشهب ترمي الجن من اقترب من استراق السم، فإنه يصاب بما يصاب به. قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فجعل الله جل وعلا النجوم زينة للسماء وهداية للخلق ورجوما للشياطين، فهم يدحرون ويقذفون من كل جانب. وهكذا الله جل وعلا لما أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرست السماء، انطلقت الجن تبحث عن هذا الأمر الجلل الذي من أجله حرست السماء.
فإذا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث. إذن السماء حرست والنجوم والكواكب تقذف، من اقترب فإنه يحرق ويقذف من كل جانب. إذا كان الأمر كذلك فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب. السماء حرست، وهل هذا كان خاصا في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هو عام؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. يا معاشر المسلمين، الله جل وعلا قال: وعنده مفاتح الغيب. المفاتح بيد الله، فإذا شاء فتح وإذا شاء أغلق سبحانه وتعالى. علمه واسع، علمه يشمل الموجود والمفقود والمعدوم الذي سيأتي بعد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الله جل وعلا من حكمته أن حجب الغيب ولم يطلع الناس على الغيب. قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الغيب محجوب لحكمة ولمصلحة يعلمها الله جل وعلا. فمن ادعى أنه يطلع على الغيب فهو دجال كذاب. قال الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال ربنا: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وقال الله جل وعلا: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ فمن ادعى ذلك فهو كاذب. ولا بد، لأن الله جل وعلا حجب الغيب عن الخلق. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ هذه الآية: لا يعلم ذلك إلا من خلق ذلك سبحانه وتعالى. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولله غيب السماوات والأرض. انظر إلى قوله ولله، قدم المؤخر وأخر المقدم. وفي اللغة العربية
أن المؤخر إذا قدم يدل على الحصر وعلى الاختصاص، فالغيب من خصائص الله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إذن الغيب من خصائص الله، من خصائص الله. من ادعى ذلك فهو كاذب، كذبه الله جل وعلا. ويقول الله: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن هو لله جل وعلا. وقال الله: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. إذن الغيب لله هو الذي يختص به سبحانه وتعالى. ويقول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل يا محمد: لا يعلم من في السماوات، الملائكة المقربون، الملائكة لا يعلمون الغيب وهم في السماوات، وهكذا من كان في الأرض من الجن والإنس لا يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول ربنا: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فالغيب لله اختص به سبحانه وتعالى. الملائكة الأطهار لا يعلمون الغيب، وانظر إلى قول ربك سبحانه وتعالى لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أمره أن ينبئهم وأن يخبرهم بذلك. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فردوا العلم إلى الله، فالله جل وعلا هو الذي يعلم ذلك. لو كانوا يعلمون الغيب لما عجزوا عن الإخبار بالأسماء التي أعلم الله آدم عليه السلام، لكنهم لا يعلمون الغيب. وإذا أرسل الله الملك لنفخ روح الجنين الذي في بطن أمه، فيؤمر بأربع كلمات هو لا يدري وهو الرسول، فيقول: يا رب يا رب، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد. وذكر الحديث، فهو لا يعلم وهو من ملائكة الله سبحانه وتعالى. وهكذا إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءته الملائكة لم يعلم ولم يعرف أنهم من الملائكة، ذهب وذبح وجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فهو هو، ومع ذلك لم يعلم بأنهم من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يأتي دجال وكذاب وزنديق ورخيص ويدعي علم الغيب،
الملائكة ما علموا وأنت علمت، لكنه يضحك ويلبس على المساكين ليأخذ أموالهم. وانظروا إلى لوط، لوط لما جاءته الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان من قومه الأشرار أرادوا بهم الفاحشة، ماذا قالت الملائكة؟ لأن لوطا لم يعلم ذلك، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فهو لم يعلم الغيب عليه السلام. يعقوب لما فقد يوسف، يعقوب لا يدري أين ذهب ولا يعلم في أي أرض هو، وهو في أرض مصر وبيضت عيناه من الحزن السواد، عاد بياضا من شدة البكاء والألم على مفارقة ولده، لكنه لا يدري. قال الله وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم، فهو كظيم عليه السلام. لو كان يعلم الغيب هل سيبكي؟ هل ستتأثر عيناه من البكاء؟ لا والله. إخوة يوسف، إخوة يوسف عليهم السلام ماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما كنا للغيب حافظين، لم نعلم أنه سيحدث ما يحدث، ولو كنا نعلم ذلك ما خرجنا به ولا سافرنا به، لكنهم لا يعلمون الغيب. عيسى النبي كلمة الله عليه السلام، يقول الله له، قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فعلام الغيوب هو الله جل وعلا. الجن والعفاريت والشياطين لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. يا أيها المسلم أنت على عقيدة راسخة ليس فيها أوهام وليس فيها خرافات. يقول الله جل وعلا عن سليمان وقد سخر الله له ما سخر له من الريح والشياطين كل بناء وغواص، قال الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما الذي حدث؟ سليمان أمرهم بما أمرهم من الأعمال وكان متكئا على عصاه، على من؟ على ماذا؟ على عصاه. فلما خر وهم يعملون بقي زمنا لا يعلمه إلا الله. قال الله أن لو كانوا يعلمون الغيب لو علموا أنه مات ما استمروا في الأعمال الشاقة، لكنهم لا يعلمون. الذي يعلم ذلك هو الله جل وعلا. سليمان وقد أوتي ما أوتي، سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسال له عين القطر،
ملكة سبا في بلاد مأرب، ما علم ما يعمل القوم وماذا يعبدون وقد أوتي ما أوتي. قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إلى أن قال سليمان: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فالذي يعلم ذلك هو الله جل وعلا. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نوح أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض لا يعلم الغيب، وصرح بقوله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لقومه عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذن قال: ولا أعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب عليه السلام، ونبينا خير مخلوق، سيد ولد آدم، أقرب الناس، أتقى الناس، أخشى الناس، لا يعلم الغيب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إذن لا يعلم الغيب. وقال الله، أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء. قال: ولا أعلم الغيب، صلوات ربي وسلامه عليه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما في غد أو يخبر عما في غد فقد أعظم الفرية؟ لأن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، فهو لا يعلم الغيب، صلوات ربي وسلامه عليه. الكهان ليسوا بشيء، الذين يدعون علم الغيب، الذين يزعمون أنهم يعرفون الحظوظ ويعرفون ما للناس في الزمان المستقبل، أنتم دجلة لستم بشيء. روى الشيخان أو روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وإن منا أناسا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم أو فلا تأتوهم، كلمة من رسول الله، احذروه من الإتيان إليهم فليسوا بشيء. قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الكهان ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا أحيانا فيكون حقا. قال تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذنه ويقلط معها 100 كذبة. إنهم كذبة اشتهر على ألسنة الناس، ونعم ما اشتهر. كذب المنجمون ولو صدقوا، واحذر من الإتيان إليهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدق. وجاء في مسند الإمام أحمد من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، قد كفر بما أنزل على محمد. والمال الذي يعطاه الكاهن حرام. روى الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن. فانتبهوا حفظكم الله وحافظوا على دينكم من الكهنة، من الذين يدعون علم الغيب، من العرافين الذين يزعمون أنهم يعرفون مواقع الضوال. لو كانوا صادقين لصاروا من أغنام أهل الأرض، لاستخرجوا الكنوز وأظهروها للناس، لكنهم يضحكون على الجهلة الذين لا يعرفون. فيا معاشر المسلمين، الحذر. فقد انتشر في هذه الأيام قنوات وأناس ورجال، فاعتصم بالله وتوكل على الله واعتمد على الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالذي يكشف الضر ويأتي بالخير هو ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، اللهم عليك به، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. والحمد لله.